يعرف الناس الكثير عن الفنان الراحل طلال مداح، لكن قليلين يعرفون أنه مكي من المهدي إلى اللحد كما يقال. فقد ولد في أم القرى ودفن في مقبرة المعلاة، أشهر مقابرها. علاقة طلال مداح بمكة هي موضوع هذه الحلقة من عين على مكة والمدينة التي يعدها نوفل الجنابي. يعرف الناس طلال مداح، لكن الكثير منهم لا يعرف أنه مكي المولد والهوى، وأنه احتفظ بالوصل مع أم القرى حتى آخر ساعة في حياته. ولد طلال مداح في جبل القلعة في حي أجياد في مكة المكرمة، وعاش سنوات عمره الأولى حتى سن السادسة تقريبا. في صغره تعلق بذلك الصوت الإلهي الذي ينطلق من أطهر بقعة في الدنيا، الحرم المكي الشريف، ومن معادنه العتيقة. مثلما موته المأساوي والغريب على المسرح، كانت الساعات التي سبقتها والتي كانت مكة حاضرة فيها. قبل وفاته رحمه الله بساعتين أو ثلاث ساعات، وكنت جالس أتناقش معه في عدة أمور وكذا، فسألته سؤال، قلت له: أنت أبوك الله يرحمه اللي هو عبد رب الشيخ الجابري مدفون فين؟ قال لي في جدة. وقلت له: أمك مكة؟ قال لي نعم. وبعدين لا شعوريا قال لي: وأنا إن شاء الله في مكة معهم. كانت أمنية أنه يندفن في مقابر المعلاة، فأول حاجة عملناها إحنا جبنا ترخيص له. عم حكم أنه هو من مكة، يعني أساساً من مكة، فكان دائما يقول: أنا نفسي أندفن في مكة. فلله الحمد إحنا دفناه في المعلاة. تعلق طلال بمكة لم يكن وفاء لمسقط الرأس أو لقداسة المكان فقط، بل أيضا تأثرا بالصوت، هذا الجزء الحاضر دائما في جنابات المدينة المتنقل عبر مآذنها إلى جبالها ووديانها. أول ما لفت نظره الأذان وهو طفل، طفل صغير، فكان يروح للنافذة ليتابع مصدر هذا الأذان. لم يكن الفول وحده ما يشد طلال مداح لمكة، فقد كانت تمثل بالنسبة له الوسادة التي يريح عليها رأسه المتعب من صخب الحياة. كنا مرتين أو كذا مرة أنا معه وعدينا من حي جياد، فكان يتذكر ذكريات، يقول: أنا كان بيتنا هنا، كنت ألعب هنا، كنت أنزل هنا. بس طبعا ذكريات طفولة. وكان له أصدقاء كثير من أهل مكة، وحقيقة أهل مكة كلهم يحبوا طلال، معروف أنه طلال ابن مكة. ثمة ما لا يفسر في صوت طلال، شيء لا علاقة له بالأنغام والمقامات، شيء من أرواح طيبة جعلت من الفراغ الذي تركه غير قابل للإشغال من أي كان.